واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. شيخ أحمد، عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ تمام؟ شيخ عبد الخالق هيسألك سؤال وإن شاء الله نتابع معاك، تفضل شيخ عبد الخالق. شيخنا الجليل، كيف حالك؟ الحمد لله. يسبحون الليل والنهار. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. شيخ أحمد، نعم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. الآية اللي بعدها وإذ استسقى موسى لقومه ارجع فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أيوة أحسنت. شيخ أحمد، قل يا مولانا، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. دي فين؟ سورة ايه؟ في الروم. طيب بقول لك يا شيخ أحمد، انا عايز اسألك كده الاول سؤال وبعد كده نرجع نسألك تاني. قول لي كده، انت حفظت القرآن ازاي؟ ها؟ تمام، 23 جزء. لا، انا بقول لك انت حفظت القرآن ازاي؟ ازاي حفظت القرآن؟ حافظ القرآن الكريم، فرأيت بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. القرآن حفاظ على قراءة القرآن الكريم. طيب انت حفظته وانت عندك كم سنة يا احمد؟ صف 6 ابتدائي او 14 سنة. كما ترون، يعني بسم الله ما شاء الله، رأيتم لا يعرف شيئا غير القرآن. طيب يا شيخ احمد، قل لي، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. دي ايه؟ سورة ايه؟ أول النحل. أحسنت، تفضل يا شيخ عبد الخالق. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. سورة ايه؟ 25 في الشورى. ما شاء الله عليك. القرآن كم جزء يا أحمد؟ 30 جزء. أحسن. شيخ أحمد، عايز أسألك كمان سؤال وتقول والجواب عليه. قل لي ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. دي فين؟ دي في سورة إيه؟ في الصف. الله الله الله. طيب في واحدة كمان، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. في الجمعة. يا سيدي، طب قول الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. شيخ أحمد، بعد إذنك يا شيخ أحمد، أنا هسألك سؤال خطير جدا. هم فيها خالدون، آخر موضع في القرآن الأخير في البقرة وآل عمران والرعد ويونس. وفين كمان؟ هم فيها خالدون. المجادلة. أحسنت. وفين كمان بعد المجادلة؟ أكمل. هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. المجادلة أكمل. كمل بتاعة المجادلة يا شيخ أحمد. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. شيخ أحمد، أنت عارف أحكام التجويد؟ أيوة أحكام التجويد عارفها؟ اللي هي ايه؟ تعرف حاجة منها؟ تعرف تقول لي حاجة منها؟ طب قول كده واحدة. طب انت ولا انت بتسمع القرآن؟ انت بتسمع القرآن تحفظه؟ القرآن حافظ. طيب يا مولانا، ربنا يبارك فيك. طب قول كده بتاع المؤمنون خالدين فيها؟ هم فيها خالدون؟ بتاع المؤمنون؟ المؤمنون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. طب دي آية كام؟ 11 و12. 10 و11. ما شاء الله. احنا المفروض أصلا ما نسألش على رقم الآية، بس أنت ما شاء الله عليك يعني. عندك سؤال تاني يا شيخ عبد الخالق؟ أنا والله ما بقي لي إلا أن أقول سبحان الله، ما شاء الله، تبارك الله. هي حقا معجزة قرآنية، وأنا أعتبر الأخ أحمد يعني هو جند من جنود الله، يعني سبحان الله العظيم. هو لا يعرف إلا القرآن الكريم، لا يعرف أي شيء آخر، يعني كما أخبر الأخ أحمد إذا خلع قميصه لا يستطيع أن يرتديه ويلبسه مرة أخرى، ومع ذلك متشابهات أرقام الآيات. سبحان الله، من الصعب جدا أن تجعله يخطئ في كتاب الله. وكما هو بنفسه قال الآن القرآن حافظ، عندما سئل كيف حفظت أو متى حفظت كانت إجابته القرآن حافظ. فعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يا سلام، الله أكبر. والله اللي ما سمع كلامي، أنا قلت في بداية الحلقة اللي ما عنده استعداد أنه تقام عليه حجة يوم القيامة لا يشاهد الحلقة. أنا قلت كده ولا لا؟ نصحتكم.